رح نكتب التاريخ يا أما رح نصير من خلاني عصب كتير. أنت مفكر قتل مراد على مدار شغلة بسيطة؟ رصاصة واحدة كفيلة بأنه تقتل أي شخص على الكرة الأرضية. معناها خليني اشرح لك تاريخ مراد على مدار باختصار كونك ما بتعرف. مراد على مدار قضى على المافيا بتركيا وإله عمليات بالجبل وبإسرائيل وبأماكن أنت ما بتقدر تخطي خطوة فيها ولا فيك تحلم أنك تفوتها. مراد حارب الجلادين وقدر يضرب عمليات المخابرات الأجنبية بتركيا وكشف الغطاء عنها. لو كنت أنت مكانه كان فيك تنجز كل هالإنجازات يلي عملها؟ السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى من الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الآن رحنا في العشرة الأواخر، هذا رمضان، هذا الصراحة محسيناش به صراحة. هذا عشر أيام هذه الأخرى كتبغي شوية الاجتهاد وأمام طوكية بنادم، فالله يعطينا القوة والصبر باش نكملوا هذا العشر الأواخر في الصيام والقيام، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال وتقبل منا الله هذا الصيام هذا، والله يجعله في ميزان الحسنات لينا كاملين إن شاء الله. الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على أخطر ممثل في العالم، واحد الممثل هذاك الشيء اللي داره باقي حتى شي واحد ما قدر يدير بحاله. وهذا الممثل هذا دخل التمثيل بالصدفة، فضح القوة العالمية الخفية والمنظمات السرية، فضحهم وتكلم عن أخطر المخططات العالمية، وهو أول من تكلم عن المليار الذهبي، يعني هذوك المخططات اللي باغين يديرون في المستقبل اللي باغين العالم يخليو فيه غير مليار. أول ممثل غادي يهضر على هذا البلان هذا خلال 12 سنة من التمثيل ديالو قدر يولي هو الأسطورة ديال تركيا والشرق الأوسط والمسلمين بصفة عامة، ولو كيشوفوا هذا الممثل بأسطورة بالأعمال اللي دار. وبعد فيلمه عن فلسطين أزعج الكيان الصهيوني وحاولوا الانتقام منه وداروا بزاف ديال الحوايج، هادشي اللي غادي نعرفوا في هذه الحلقة هذه. والغريب في الأمر أنه دخل التمثيل صدفة. غادي تقول لي ويلي شكون هو هذا الممثل هذا؟ هذا الممثل هذا هو مراد على مدار، هذا الاسم ديالو في المسلسل، اما اسمه الحقيقي هو محمد نجاة ساشماز. كما قلت لكم هو دخل التمثيل صدفة، هو راه ماشي ممثل او لا تكون، هو بعيد كل البعد عن التمثيل. دخل التمثيل صدفة، راه الاخ ديالو منتج ديال الافلام والمسلسلات، وكان كيعرف واحد المخرج اللي قال لي بانني كنفكر ندير واحد المسلسل، وعطاه لي السيناريو وقرا داكشي وعجبه ويدخل التمثيل حتى غادي يصدمهم. كانوا معولين غادي يديروا غير جزء واحد، عرفتي شحال صدقوا دايرين 11 جزء في هذا المسلسل هذا اللي غادي نقول لكم اللي كلشي كيعرفوا. الاسم المسلسل هو وادي الذئاب، وانا ما غاديش نهضر على مراد على مدار البطل، ما غاديش نهضر على الحياه ديالو كيفاش دا فين قرا فين تزوج هذاك الشيء، ما غاديش ندوي عليه لانه كاينين بزاف اللي هضروا عليه، راه كما قلت لكم راه ولا اسطوره بزاف كيهضروا عليه، ما بغيتش نهضر عليه لانه كيتحسبوا في المواضيع المستهلكه. فانا غادي نهضر على المسلسل بصفه عامه وكيفاش نجح هذا المسلسل هذا. فكما قلت لكم الاخوان هو المسلسل سميتو وادي الذئاب. شنو هو المعنى ديال وادي الذئاب؟ هو يعني المافيات، ولكن ما كنقصدوش بالمافيات ديال المخدرات او المافيا ديال الاسلحه، لا، هاد المافيا هادي من نوع اخر، يعني مافيا كفيها الوزراء فيها رؤوس كبار. فهذا هو البلان ديال هاد المسلسل هذا. فالمسلسل كيتحدث على واحد البطل اللي هو مراد على مدار، غادي يمشي غادي يقرا في المخابرات التركيه وغادي يعطيه بزاف ديال المهام، واخر مهمه اللي غادي تكون عنده هي يفرتك كما غادي نقولوا او يشتت هاد وادي الذئاب او هاد العصابه ديال وادي الذئاب. فكما قلت لكم المسلسل غادي يديروا الجزء الاول حتى غادي يصدقوا في الجزء الثاني الثالث الرابع الخامس حتى غادي يوصلوا للجزء الحادي عشر.
وغادي يدير واحد الفيلم فلسطين اللي كما قلت لكم غادي يزعج الكيان الصهيوني. وشنو غادي يديروا؟ غادي يوقفوا البتش ديال المسلسل ديالو وادي الذئاب بالضبط في الجزء التاسع، يعني الجزء التاسع والعاشر كاين غير في بعض القنوات التركيه وما كاينش مترجم، ماشي بحال الاجزاء الاخرين من الجزء الاول حتى الثامن راه كله مترجم باللغه العربيه، وحتى الترجمه والدبلجه كانت واعره وطوب. اما بالنسبه للجزء التاسع فراه هو غير مترجم بالكتابه، والجزء الحادي عشر تمنع، الجزء 11 تمنع لا في القنوات التركيه لا في القنوات العربيه لا اي ار تي، حيت هو كان في الاول في اي ار تي. علاش قلت لكم؟ لانه ازعج الكيان الصهيوني وازعج كاع حتى المنظمات الخفيه اللي كما كنقولوا. هو اول واحد هضر على المليار الذهبي وهضر على الاغاني المعكوسه كيفاش كيعكسوا الاغاني وبزاف ديال الحوايج ما نقدرش نقول لكم. هو اللي كنصحكم هو خصكم تفرجوا في هذا المسلسل لانه مليء مليء بالمعلومات. وحتى الناس اللي كتعجبهم السياسه وكيعجبهم هذا الشيء ديال الاكشن القرطاس فهو راه في بزاف ديال المزيج، في الدراما، في شويه ديال الكوميديا في بعض الاجزاء، فيه الاكشن، فيه بزاف ديال الحوايج وفيه المهام كانوا يعني فيه بزاف ديال لي ميساج. فمسلسل انا اصلا كنت غادي ندير عليه حلقه شحال هذه يلاه كنت ندير عليه. فكما قلت لكم الاخوان مسلسل اللي مليء مليء بالاحداث، كيهضر على الماسونيه كيفاش يمكن لك تنضم الماسونية وبالضبط في الجزء الثامن. والقصة غادي تكون مع بويرز، يعني واحد الشخصية غادي تكون سميتها بويرز اللي غادي يكون ضد ديال المراد عالم دار، ومراد عالم دار غادي يطيحوا في واحد الفخ وغادي يدخلوا في الماسونية. وبسبب هاد بويرز هادي باش غادي نعرفوا كيفاش كيدخلوا الماسونية والطوقوس ديالهم حراس المعبد. إلا غلط شي واحد في الماسونية كيفاش كيكون العقاب ديالو، راه كلشي هادشي كاين في هاد المسلسل هذا. يعني كيهضر على بزاف ديال الحوايج. وكما غادي نقولوا امتى غادي يبدا الدق ديال بصح؟ هو في الجزء التاسع، يعني غادي يتلاقى مع ريوسا كبار وكيفاش كيخطوا كيفاش. وكاين حتى واحد الجزء غادي يتلاقى مع داعش وغادي يشرح كيفاش هي كاينه داعش وبزاف ديال الحوايج. راه مسلسل الاخوان بغيت نحط شي بعض اللقطات، وكما كتعرفوا راه الكوبي رايت وحقوق الطبع والنشر ما بغيتش تضرب لي الفيديو، يعني كاينين بزاف ديال الحوايج كما قلت لكم الاغاني المعكوسه اللي كتكون فيها رسائل شيطانيه، كاين بزاف بزاف ديال الحوايج ما يمكنش ليا يعني نسرد كاع الاحداث. فانا راه كنهضر عفوي وكنهضر او ميم طون كنتفكر بعض الحوايج، لانه انا من عشاق هذا المسلسل هذا، راه تفرجت فيه شحال من مره. مسلسل اللي تقدر تفرج فيه مع داركم مع الاهل ديالك، يعني مسلسل نقي. وكان كي تبت في قنوات عربيه بحال اي ار تي كما قلت لكم، حتى وصل الجزء التاسع ويتمنع لانه كما كنقولوا وصل شي حوايج اللي خطيره وخطيره بزاف. ودابا راه هذا الممثل هذا راه مراد عالم دار، وكما كيسميوه في الشرق الاوسط مراد الروح، فراه ما بقاش كيمثل دابا، راه وقف عند التمثيل. عنده طراو ليه شي مشاكل زوجيه وبزاف ديال الحوايج. فهذا الشيء اللي كان الاخوان، كان هذا هو الموضوع ديال الحلقه، هو وادي الذئاب اللي كنصح الناس يتفرجوا في هذا المسلسل هذا، لانه مسلسل مليء مليء بالمساجات والدراما وبزاف ديال الحوايج. فبلا ما نطول عليكم الاخوان، فصيام مقبول ان شاء الله في ميزان الحسنات، وتمنى من الله تكونوا كدوزوا رمضان بخير وعلى خير. واخر حاجه اللي غادي نقول لكم هي السلام عليكم.